أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في استخدام أجهزة الصرف الآلي في بنوك الربوية، مع العلم أن رأس المال في بنك لا يتعامل بالربا؟ إذا كان لك رصيد وأن تسحب من رصيدك فلا بأس بذلك، إذا سحبت من رصيدك فلا بأس بذلك، لأنك تأخذ من حقك ما تأخذ من حق غيرك، فالسحب من رصيدك لا بأس به بالآلة المعروفة، وهذا من التيسير على الناس، وليس فيه ظلم لأحد ولا أخذ لمال أحد. نعم.